بحضور رسمي وديني وبالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية الوطنية والجمعيات الخيرية، أطلق برنامج UNDP مبادرته بمناسبة يوم السلام العالمي لإيصال رسالة للعالم أجمع، رسالة تقول أن القامش لمدينة الحب والسلام، وها هي تزهو بشبابها وأهلها رغم المؤامرة والمتآمرين. تؤكد مدينة القامشلي مرة أخرى مدينة المحبة والسلام والتآخي والتحدي على الإرهاب. ستعيش هذه المدينة بكل محبة بكل أفراحها. هذه الشباب هذه الشابات اليوم الذين شاهدنا هذه المبادرة على دروب السلام، على دروب المحبة، على دروب الخلاص، على دروب أعمار سورية، على دروب انتصار سورية. اليوم مدينة السلام تعيش المحبة والسلام، مدينة القامشلي التي علمت شعوب العالم معنى السلام. اليوم الشباب الذي التقى بهم سيد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد جاءوا يحملون محبة، جاءوا يحملون سلاما، ويقولون لمن أراد العبث في سوريتنا الحبيبة سيبقى السلام شعارنا، ستبقى المحبة أمنيتنا. هيدا الاحتفال هو إعلان على أنه سوريا هي أرض السلام. أرادوا لها الحرب لكن ربنا يريد لها السلام. نقول لأعدائنا كلهم أنه مهما أرادوا ومهما فكروا ومهما خططوا ومهما فعلوا لهذه البلاد، هذه الأرض هي أرض مقدسة وتبقى تعلن عن السلام في قلوب أبنائها وفي حياتهم وفي كل لحظة من لحظات حياتهم. اجتمعنا كلياتنا شبيبة القامشلي من كافة الأطياف بهاليوم اللي نفذوا برنامج أمم متحدة بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية. اجتمعنا نوجه رسالة للعالم كله بأنه كلياتنا نحن مسيحية وإسلام أكراد عرب سريان، كلياتنا إيد وحدة مثل ما أنتم شايفين طبعا هون بهالاحتفالية، ما يفرقنا شيء. وطبعا بهاليوم بنحب نوجه من القامشلي، طبعا بدنا نبصم بصمة السلام، الدور راح تدور محافظة كلياتها. بهاليوم نحب نوجه تحية سلام، نطلق حمامة السلام لتعم سوريا كلياتها. تدشين نصب القامشلي مدينة السلام في حديقة الكندي وإشعال شموع الأمل برسالة رسمت حمام السلام كان أيضا له الجزء الأكبر من الاحتفالية. نحن شباب القامشلي حابين نوصل رسالة لكل العالم، نحن شباب الأزمة السورية، شباب سلام، بدنا نوصل هاي الرسالة لتوصل لكل العالم، بدنا الأمن والأمان والسلام يرجع لكل العالم بمقدمتها بلدنا الحبيب سوريا. حب يوم السلام العالمي يبعث رسالة لجميع المحافظات السورية ولجميع العالم أنه إن شاء الله ندعو أن يكون اليوم يوم سلام لكل البلاد وكل العالم، وإن شاء الله بالعيد الجاي أو العيد السلام الجاي يكون سوريا كلها بخير وبلدنا بخير. اليوم يوم السلام العالمي ونتمنى بهاليوم أنه السلام يعم كل بلدان سوريا، وهاي اليوم الرسالة من القامشلي للشام ولكل محافظات سوريا. كل عام وكل شبابنا وكل سوريا بألف خير، وإن شاء الله يعم السلام والخير على سوريا أجمعين وعلى الشباب، الشباب يلي ضحوا بدمهم واللي ضحي بعمرهم وبكل شيء بسبيل الوطن. اليوم من هالمنبر هذا من القامشلي تنوصل رسالة للعالم أجمع إنه شبابنا ما زالوا على قيد الحياة حتى وإن ماتوا على قيد الحياة. إنها مدينة القامشلي صورة ومثال عن المحافظات السورية التي تحدت الإرهاب بكافة أشكاله، ترفع صوتها من جديد لتثبت للعالم أجمع أنها وحدها تستحق الحياة والسلام.